احنا في الالوان اوكي، احنا كل سيزون كل لون بينزل بس بدرجات مختلفه. يعني بره، يعني بره مش في مصر. مصر مثلا هو نفس الاورنج بينزل بس هي مش اورنج، هو الاورنج اللي نزل مثلا في الشتاء درجه غير الدرجه بتاعه الصيف. صحيح. فكل سيزون معنا الالوان هي على الشاشه. ده الريد، الاحمر. الاحمر نزل منه درجه درجتين، هو نزل منه كذا درجه بس اكتر درجتين توب كلر، يعني الديزاينرز استخدموه كتير بره. الاحمر اللي هو كانه احمر مدي على اسود كده. على اسود ولا على وده أورنج؟ على اورنج. ده احمر، هو في واحد فاتح واحد غامق. بالظبط. تمام. فدول درجتين طالعين توب ترند، وبالذات الاحمر المحروق. هو يعني في صوره منه اول صوره ظهرت معانا اللي هي صوره البنوته لابسه كوت كده احمر. احمر غامق قوي محروق لدرجه ان هو محروق. الدرجه دي هو ده نبيتي يعني. الدرجه دي دارك كده، دارك ريد بطريقه جميله. يعني كل ديزاينر، كذا ديزاينر استخدمها كتير. يعني يليق مع السمر ولا البيض اكتر النبيتي ده او الدرجه دي؟ بصي، هو المفروض ان الدرجه دي تليق مع الابيض اكتر. المفروض. بس دلوقتي ما بقتش الناس قوي بره، يعني بره مصر ما بقاش قوي بيتكلم على ان اللون ده يليق مع ده وده. بقينا كلنا بنلبس كل الدرجات وكلها حلوه. يعني على حتى في موديل كانت لابساه يعني سمراء كان جميل قوي عليها. فبقينا شويه طلعنا بره الحته دي عشان الدرجات مختلفه. يمكن مش ده النبيتي بتاع زمان اللي احنا متعودين عليه، مش ده البني القديم الاولد فاشن اللي احنا متعودين عليه. وانا عايزه افكر ميرفت بس بحلقه كانت معانا قريب قوي قالت لنا الاندرتون هو اللي بيتحكم في الالوان، يعني مش فكره ابيض او فكره قمحاوي او اسمر، لكن الاندرتون بتاع الشخص نفسه هو اللي بيتحكم في اختيار اللون. يعني ده حقيقي. بس فدرجه الاحمر دي جامده قوي. وفي اورنج كمان، اورنج حاجه درجه اسمها سان السن اورنج اوكي. فالاورنج الدرجه دي برضه هنشوفها كتير جدا. تمام. أوكي. ودرجه من الاصفر اسمها ليمون دروب. الدرجه بتاعت الاصفر لموني. جميله قوي برضه. هو هينزل ليموني صح؟ عشان ليموني بس بقى. درجه جميله يعني ما بين الاصفر والاخضر كده. في حته كده جميله قوي للصيف. وفي درجه بقى من البيربل اللي هو البنفسجي، بس درجه بقى الباستل، يعني الباستل. أيوة. منه عارفه اللي دايما نسمع يقولوا عليه ليلا. الليلا هو ده، هو البيربل الليلا. هو ناس كتير قوي تسمع ليلا يعني ايه. هو البيربل الفاتح قوي، الموف الفاتح جدا. ده حقيقي. صح. والدرجه دي طالعه بقى توب البيتش دي بقى البيتش. اسمها ديزرت فلاور. الخوخي. الدرجه دي الخوخي دي بس ليها درجه اسمها ديزرت فلاور، هم مسمينها كده. الدرجه دي طالعه توب ترند، يعني هنشوفها كتير قوي. كذا ديزاينر استخدمها، هو والاحمر والاورنج، فهم طالعين توب ترند. والمنت جرين كمان طالع معانا. وفي درجه من الجراي كمان غريبه اسمها بلو فوكس. درجه الجراي دي حلوه قوي برده، هيعرض منها صورة. الالوان دي كلها بقى يعني فوق مثلا تبقى بلوزات بديهات كله ولا بنطلونات كمان كله. هو بيتكلم انه دي الكالرز التوب. هتلبس منها دريس تمام، هتعمل منها توب تمام، هتعمل منها بنطلون تمام. الجراي ظهر معانا على الشاشه ده الجراي لانه درجته حلوه جدا يعني كمان فاتح قوي. مش عارفه الجراي والبني وكمان البني كمان الجراي والبني دي الوان شتوي يعني. عارفة الواحد ما يتخيلش ان هو في الصيف يلبس بني. أوكي. ليه بني؟ انا البني مش عارفه ليه. الصراحه كانت غريبه يعني. انا نفسي استغربت لها لانه البني بدرجاته دايما في الشتاء شتوي. يعني لكن هو نزل كمان درجة. نزل السنه دي اكتر برده. بصي الاسود والابيض اوكي هم كده كده مستمرين موجودين، بس طلعوا توب ترند الشتاء والصيف. صحيح. يعني طالعين فعلا الاسود يعني مكتسح قوي بقاله كام سيزون كده. يعني شانيل اصلا عملت كولكشن كامل ابيض واسود كله. درجه الاخضر دي موضه. المنت جرين دي اسمها منت جرين، درجه من درجات المنت جرين. دي طالعه موضه. ودرجه من الازرق كمان، بس الرويال بلو ده القوي قوي برده طالع منه. ده غير الالوان دي، هو الازرق منه كمان كام درجه كمان، والاخضر منه كام درجه كمان، والاصفر كام درجه كمان، بس درجات جديده.